السلام عليكم اعزائي المشاهدات اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله سنحضر شوربه دافئه بالقرن الاحمر ونكهه الزعتر، سهله واقتصاديه وسريعه. تابعوا معي المقادير وطريقه التحضير. نبدا بمقادير الشوربه. ساحتاج نصف كيلوغرام من القرن الاحمر او القرن العسالي، جزره واحده مقطعه، بطاطس واحدة مقطعة، قليل من الملح، فلفل أسود، فص واحد من الثوم، ملعقة صغيرة من الزعتر، ثلاث حبات من القرنفل أو المسمار، وزيت الزيتون. نبدأ بالطريقة. سأضع زيت الزيتون، قليل فقط من زيت الزيتون، حوالي ملعقتين كبيرتين، ثم القرن مقطع قطع صغيرة، جزر، بطاطس، بالإضافة إلى التوابل، كل دفعة واحدة. سأضعه على النار مدة 5 دقائق، نحرك جميع المكونات مدة 5 دقائق على النار. بعد أن مرت 5 دقائق سأقوم الآن بوضع الماء حوالي لتر ونصف من الماء، أحركها ثم أغطيها وأتركها مدة 25 دقيقة. بعد أن نضجت الشوربة سأقوم الآن بطحنها. وهذا هو الشكل النهائي لحساء اليوم أو شوربة اليوم بالقرن الأحمر على هذه الكثافة. يمكنكم إضافة قطع الدجاج لإغناء مذاقها وكذلك فائدتها. أتمنى أن تنال إعجابكم. إلى أعجبكم فيديو ديال اليوم ديروا لايك الفيديو، بارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم، تابوناو في لاشين، وما تنساوش تشاركوا في الصفحة ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.